الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم في مدرسة التميز النموذجية، ومرحبا بكم في مادة التربية الإسلامية. اليوم بإذن الله تعالى سيكون معنا الدرس الأول في مادة التربية الإسلامية، وهو بعنوان رسلنا الكرام عليهم الصلاة والسلام في مجال العقيدة. والعقيدة نعني بالعقيدة يا أولاد الأمور التي تتكلم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. انتبه معي، هذه هي الأرض التي خلقها الله عز وجل. بدأ الله عز وجل سبحانه وتعالى أولا خلق الأرض والسماء، ثم خلق الإنسان، وقبله خلق الشيطان، وقبلهم خلق الملائكة. لكن الإنسان نزل إلى الأرض وبدأ الشيطان يوسوس للإنسان أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. في البداية كان الإنسان يعبد الله، ثم بدأ الشيطان يوسوس للإنسان أن يعبد الأصنام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرسله الله عز وجل ليعلم الناس أمور الخير. فنبدأ في الدرس الأول أولادي وأحبابي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. مريم تكتب على السبورة وتريد أن تعرف جمع كلمة رسول. من يعرف يا أولاد؟ أحسنتم، جمع كلمة رسول رسل. اكتبها عندك في صفحة 24، رسول ورسول ورسول جمعها رسل. أحسنتم أبنائي الطلاب. المحور الأول ابن العزيز، يعني المعلومة الأولى التي ستتعلمها في هذا الدرس، أتعرف أنبياء الله سبحانه وتعالى. ما معنى أنبياء الله؟ هم رجال صادقون أمناء من خير البشر، خلقهم الله تعالى لحمل رسالته، يعني رجال لا يجوز أو لا يصلح أن يكون النبي من النساء، لابد أن يكون النبي صادق، لابد أن يكون النبي أمين، لابد أن يكون الأنبياء من خير البشر. لماذا خلقهم الله عز وجل؟ لحمل رسالته. إذن شوف معايا، كل معلومة عليها نشاط. هذا النشاط في الكتاب صفحة 24، لون صفات الرسل الكرام في تعريف عبد الله. عبد الله لما عرف الأنبياء قال رجال صادقون أمناء من خير البشر، خلقهم الله تعالى لحمل رسالته. هيا لون معي. أحسنت، ألوان جميلة رائعة. ردد أيضا هذا النشيد بعنوان هم خير البشر، المقصود بهم أنبياء الله سبحانه وتعالى. هم أنبياء الله، هم خير البشر، يبلغون ما نهى وما أمر، أرسلهم لدعوة الإنسان للخير والنور والإيمان، مثل النجوم الساطعات في السماء، في قلبهم حب العطاء والصفاء. هكذا تقرأ النشيد، وأنت براحتك تقرأه بأي طريقة شئت. ما هي صفات الأنبياء؟ قلنا صادقون أمناء، الصدق والأمانة. اكتب صفات أخرى. أحسنت، الشجاعة، الصبر. معنى الشجاعة، الصبر، الذكاء، العدل. لابد أن تجتمع هذه الصفات في الأنبياء، وإلا لن يسمع الناس للأنبياء ولن يجلسوا معهم لو أن فيهم صفة غير هذه الصفات الجميلة. المحور الثاني ابن العزيز، عرفنا المحور الأول وهو تعريف الرسل والأنبياء. المحور الثاني، ما حكم الإيمان بالرسل الكرام عليهم السلام؟ كلمة واحدة هي الإجابة. ماذا تقول؟ حكم الإيمان بالرسل، هذه الكلمة باللون الأبيض، واجب. أي يجب الإيمان بالرسل، لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، بمعنى أنك لا تكون إنسان مؤمن بالله
إلا إذا آمنت بالرسل جميعا، ليس الرسول محمد فقط، إنما الرسل جميعا. الدليل قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل الرسل وليس نبي واحد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة يا أولاد، احفظوها جيدا، لابد أن تحفظوها، لا تنسوها أبدا، لأن هذه علامات الإيمان عند الله سبحانه وتعالى. نعددها مرة ثانية هكذا مكتوبة بصورة جميلة ورائعة حتى تحفظها حفظا قويا. ردد معي هذا الحديث، قل بصوت عالي: الإيمان أن تؤمن بالله، نعم، وملائكته، نعم، وكتبه، نعم، ورسله، نعم، واليوم الآخر، نعم، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أحسنت، بارك الله فيك. رتب هذه الحروف: حكم الإيمان بالرسل واجب وركن. هذه كلمة ركن لكن مكتوبة بغير ترتيب، حاول أن تكتبها بالترتيب في الكتاب هكذا. أحسنت، بارك الله فيك. المحور الثاني بعد تعريف الأنبياء وبعد حكم الإيمان بالرسل، المحور الثالث: الحكمة من إرسال الرسل. لماذا يرسل الله الرسل يا أولاد؟ رقم واحد: ليتعلم الناس عبادة الله تعالى وحده. كيف يعبد الإنسان ربه؟ خلق في هذه الأرض لا يعرف كيف يصلي، فمن يعلمه؟ ينزل سيدنا جبريل عليه السلام على الأنبياء فيعلمهم كيف يعبدون الله، ثم تبدأ الأنبياء في تعليم الأقرب إليهم من زوجة أو ابن أو صاحب يعلمه أو تلاميذ، يعلمهم العبادة، الصلاة والصيام والزكاة، فيبدأ التلاميذ أو الأقرباء أو الأبناء يعلم غيرهم، وهكذا تستمر الحياة، يعلم الناس أبناءهم أو تلاميذهم، وينتشر التعليم في الأرض كيف يعبد الإنسان ربه. يبقى رقم واحد يا أولاد: يتعلم الناس عبادة الله تعالى وحده، أي لا يعبدون معه أحد، لا صنم ولا شجر ولا كوكب ولا شيء. الحكمة الثانية: لينشروا بين الناس العدل والرحمة والحب والسلام. الأنبياء ينشروا بين الناس العدل والرحمة والحب والسلام بأخلاقهم الجميلة. إذن عندنا ثلاث محاور تعلمناها، المحور الرابع مقدمة له. هذه أسماء الأنبياء يا أولاد، والصورة حولهم تعبر عن المعجزات. طيب يعني إيه معجزة؟ ما معنى معجزة؟ اعرف معي معنى معجزة. المعجزة هي شيء خارق للعادة، أنا أشرحها لك يعني حتى تفهم ما معنى كلمة معجزة. جاء رجل مثلا إلى الناس وقال لهم: أنا رسول أو أنا نبي، هل يصدقونه؟ لابد أن يأتي بالدليل، فلابد أن يفعل شيء على غير عادة الناس، معجزة، شيء لم يره الناس من قبل ولا يستطيع الإنسان أن يفعله. مثل هذه الناقة، ترون هذه الناقة تشرب ماء كثيرا جدا 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 في اليوم الواحد. هذه الناقة خرجت من صخرة كبيرة مغلقة، يعني صخرة صماء، دعا الرسول صالح عليه السلام ربه أن يخرج ناقة من هذه الصخرة فخرجت، فهذا شيء غريب. هذه المعجزات يا أولاد. سيدنا موسى يلقي عصا فتتحول ثعبان، سيدنا إبراهيم يلقى في النار فلا يحرق، يخرج سالما، وهكذا الأنبياء لهم معجزات. طب ما الحكمة من تأييد الله تعالى رسله بالمعجزات؟ لماذا يعني يؤيد الله الرسل بالمعجزات؟
هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إذ أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. هيا نعرف الحكمة الأولى، بيان قدرة الله تعالى. لا أحد يستطيع أن يفعل هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى، فيبدأ الناس يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولأنبيائه. الأمر الثاني من المعجزات، حكمة تأييد الله لأنبيائه المعجزات، أن تكون دليل على صدق الأنبياء والرسل. المعجزة دليل على أن هذا رسول أو هذا نبي، هكذا يعني. طيب، عندك تمرين في صفحة 29 يقول لك اذكر، ابحث في محرك البحث جوجل عن معجزات بعض الرسل والأنبياء. ايه معجزة نوح عليه السلام؟ ما معجزة صالح عليه السلام؟ ابحث وأجب، ابحث وأجب. هذه عندك انت في الكتاب. طبعا معجزة صالح عليه السلام الناقة، معجزة نوح عليه السلام السفينة أو الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح. سؤال آخر، ما هي معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا نبينا يا أولاد، لابد أن نعرف معجزته، هي القرآن الكريم. أحسنتم أبناء الطلاب، جميل. ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ انظر معي، هذه المعلومات الأربعة هي مختصر الدرس، يعني هذه المعلومات هي الإجابات على الأسئلة التي سوف تسأل أنت عنها في نهاية الكتاب أو في الاختبار. المعلومة الأولى، اختار الله تعالى رسله من خير البشر، هذا من تعريف الأنبياء. الثانية، الإيمان بجميع الرسل الكرام واجب وركن أساسي من أركان الإيمان. هذا حكم الإيمان بالرسل. المعلومة الثالثة، بعث الله تعالى الرسل الكرام لماذا؟ لهداية الناس. المعلومة الرابعة، أيد الله تعالى رسله بالمعجزات لماذا؟ لتكون دليلا على صدقهم. هذه حقائق ومفاهيم الدرس أحبابي. طب ما القيمة التي تعلمناها؟ الإيمان بالرسل الكرام. طب ما الدليل على أنك مؤمن بالرسل؟ لابد أن تفعل شيء، يكون عليك مظاهر تخرج منك سلوك. أولا، أطيع أوامر الرسل الكرام. أنا أعرف أن الرسل صادقون أمناء، فلابد أن تكون أنت صادق وأمين أيضا. أتخلق بأخلاق الرسل الكرام، يعني أطيع الرسل، أصلي كما كان يصلي محمد صلى الله عليه وسلم، أزكي وأصوم كما كان يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عندك سؤال، اكتب داخل اللآلئ بعض من صفات الرسل. الكرم، ممتاز، أحسنت بني. الشجاعة، لابد أن يكون النبي كريما وشجاعا. الصبر، يصبر على الناس وعلى أذاهم. العدل، أن يكون عادلا إذا حكم بين الناس. ممتاز ابن العزيز. املأ الفراغ في الجمل الآتية، أرسل الله رسل الكرام من خير، من خير إيش؟ البشر، ممتاز. الإيمان بالرسل الكرام ركن من أركان إيش؟ الإيمان، أحسنت ابن العزيز، بارك الله فيك. بما أيد الله تعالى الرسل الكرام؟ احنا قلنا هذه السورة أنبياء، جميل، معجزات. أيد الله عز وجل الرسل الكرام بالمعجزات. طيب، يقول لك أكمل المخطط السهمي الآتي، الحكمة من إرسال الله تعالى الرسل الكرام. نحن قلنا حكمتين، فما هي؟ أيوة، يتعلم الناس عبادة الله عز وجل وحده لا يشركون به شيئا، وأن ينشروا بين الناس العدل والسلام. أحسنت ابن العزيز، هذه سورة دليل على العبادة، وهذه السورة تعبر عن نشر العدل والسلام بين الناس.
في نهاية الدرس ابن العزيز اقرأ هذه النصائح وهذه التوجيهات لعلك تنتفع بها في حياتك. انتهى الدرس وتعلمنا الإيمان بالرسل الكرام عليهم السلام، وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.